انا اسف. مين؟ افندم؟ انا اسف جدا يا مي هاني. صباح الفل. صباح الفل يا شيخ. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير يا هاني. انا وانتم طيبين ودايما كده مبهج ودايما عاملين حاجات حلوه. بشكرك يا فندم، شكرا لمتابعتك لينا والله، تسلمي لذوقك. كنا عايزين انواع بقى السلطات يا شيخ تبقى مختلفه شويه، وعشان الصيف بنبقى عايزين حاجات خفيفه. عينيا. حاضر. النهارده عندي نوع سلطه يا رب يعجبك. السلطات يبقى يا ريت. حاضر عينيا الاثنين، بس النهارده انا عندي بقول لك نوع سلطه يا رب يعجبك النهارده ان شاء الله. سلطه بالبروكلي بالذره. هايل. وكمان يعني فيها مشروم. بنجرب على طول بعد ما بتخلص على طول بنجرب ثاني يوم الوصفه يعني. ده شرف ليا يا فندم، ربنا يعز حضرتك، تسلمي لذوقك. طب ايه تاني غير السلطات؟ وعايزين انواع عصاير للولاد تبقى بالوان مختلفه. حاضر. يعني تبقى شكلها يعني تبهرهم، يعني بحيث ان هم يعني مهم ياخدوا سوائل كتير في الصيف. خلاص اكيد ان شاء الله يبقى عندنا حاجات معينه ان شاء الله الفتره اللي جايه، هنركز على السلطات وكمان على الشرب والعصاير كمان. حاضر يا فندم. حاجه ثانيه؟ شكرا يا هاني، شكرا يا هاني. زياد باشا صباح الفل. صباح النور. اهلا وسهلا، ازيك يا زيزو؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا معلم، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كله بخير؟ تمام. تحت امرك. دلوقتي كنت عايز بس اعرف طريقه اللي هو دجاج كنتاكي، يعني الخلطه بتاعت كنتاكي. ماشي، انا هعمل لك، انا عامل خلطه النهارده يا رب تعجبك، هتبقى احلى بكتير جدا، تخيل. يعني شوفها معايا لحد الحلقه الاخر ان شاء الله، وشوف الفراخ منظرها عامل ازاي وقول لي رايك فيه ايه لما تعملها وتاكلها. طيب. طب بس كان في مسابقه ممكن يعني اللي هي الطبخ ممكن اشارك فيها؟ يا حبيبي ده شرف ليا يا حبيبي، بس اكيد مش دلوقتي زي ما انت عارف، اليومين دول بس يعدوا. أيوة. وان شاء الله تنورونا وتشرفونا. حاضر عينيا الاثنين. طيب شكرا جدا ليك، صباح الفل. يا هانم. الو صباح الخير. صباح الورد والياسمين يا فندم. ازاي حضرتك يا استاذ علاء؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. الحمد لله والله بخير، الحمد لله. بجد انا فرحانه ان انا بكلم حضرتك، احنا يعني اسعد. مش عارفه اوصل لحضرتك. لا يا فندم احنا معاك كل يوم تحت امركم. الاستاذه اللي كلمتني يا فندم، وبشكر الاستاذه اللي كلمتني. ربنا يخليك يا فندم. لا شكرا على واجب، ده احنا اخواتك. وبصراحه انتوا اول كورونه تطلع الجمهوريه كلها والعالم كله. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوق حضرتك والله. انت منور الدنيا والله العظيم يا استاذ علاء. تسلمي وتعيشي، ده من ذوق حضرتك والله، بس تسلمي. شكرا. الله يخليك. بقول لحضرتك عايزه بس طريقه اللازانيا، انا جايباها بس انا مش عارفه اعملها، انا اول مره اعملها. اللازانيا حضرتك جايباها ناشفه طبعا، صح كده؟ اه. حاضر، هقول لك على طريقتين ليها، لو حابه تعمليها خليها احسن الطريقه الاولى عشان تبقى سهله معاك. ممكن تسلقيها نص سلقه زي المكرونه. تمام. وعصجي لحمه مفرومه عادي جدا زي بتاعت المكرونه البشاميل، ولكن زودي فيها نص كوبايه عصير طماطم فريش. في اللحمه المفرومه. اه، مع معلقه صلصه طماطم عشان تبقى جوسي شويه، تبقى زياده يعني، فاهم قصدي ايه؟ بصلايه كبيره، فص ثوم، بهارات المشكله، وعصاج اللحمه بعصير الطماطم وكل حاجه. تمام. البشاميل اللي عندك تعمليه برده يكون جوسي شويه، ما يبقاش تقيل، مش بسمنه وحاجات تقيله. اعملي مثلا لا اما البشاميل بالخلطه اللي احنا بنعملها على طول معاك وسهله دي، خلطه مع اربع كوبايات لبن. بتبقى جميله يا فندم. بعملها بالخلطه دي بتبقى جميله. تمام. يبقى اعملي صوص البشاميل اللي عندك بالخلطه عادي جدا، ادي كده عندك الصوص جاهز وعملت الحشو جاهز، وعندك كمان عملتي المكرونه او عفوا اللازانيا تكون مسلوقه نص سلقه او ثلاث ارباع تسويه، مش تسويه كامله. وابداي حطي الاول حبه بشاميل، وحطي اللازانيا، وبعد كده حطي المفروم، وبعد كده حطي حبه بشاميل، حطي اللازانيا، وحطي المفروم، اعملي رقات، وفي الاخر بتقفلي على وش البايركس بحبه بشاميل حلوين، وتضيفي معاهم تمام. كمان حبه جبنه على الوش. بس خلاص. ماشي. تحت أمرك. بحب اشكرك قوي. وبس ممكن اعمل اهداء لمحمد اخويا؟ اتفضلي يا فندم. اعمل اهداء عشان خطوبته يوم الخميس الجاي. اتفضلي يا فندم. ورب اهداء لمحمد مصري اخويا، وربنا يخليه ليا خطوبته يوم الخميس الجاي، ربنا يتمم له على خير. يا رب. مبروك مقدما يا محمد، خدوا بالكم من الكورونا، خدوا بالكم من التجمعات، كلها اقل من شهر ان شاء الله ونرجع زي الاول واحسن. يعني ناخد بالنا شويه والنبي يا جماعه عشان خاطر خلاص يعني هي بتعدي، والله عايزين نتفائل بس اليومين دول عشان ما نتعبش مش من الكورونا، نتعب من حاجات تانية. فان شاء الله ربنا يعديها على خير في الايام اللي جايه دي، ناخد بالنا شويه موضوع التجمعات الخطوبات والافراح دي، يكون بس عندنا حرص شويه على بعضينا مش اكتر من كده. ادهم باشا. الو يا ادهم. صباح الفل يا عمنا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. أمرني أمر. عايز أعرف بس خلطة كفتة الشوي. كفتة الشوي، حاضر يا عم آدم. حاجة تانية؟ لا ربنا يخليك. صباح العسل، حاضر يا أستاذ آدم، تحت أمرك، حاضر. طيب سريعا، حاضر أكمل تليفونك.
قطعت الفراخ زي ما حضراتكم شايفين يا واش يا واش كده مورقه. بص المنظر مورقه قوي، ليه؟ هتشم النار في الشوي، في طاسه، في ني، في ني، كله هيبقى ورق زيها زي البطاطس كمان والخضروات. طيب ايه اللي ممكن نضيفه كمان على تتبيله الفراخ دي؟ انا عايز اعملها النهارده بطريقه حلوه برضو. ايه الطريقه؟ مثلا هجيب عندي معلقه ثوم بالزيت بتاعها كده، تمام، واروح جايب عليها كمان سن بهارات فراخ مشكله، على سن الثوم باودر وبصل باودر، على حبه ملح حلوين كمان سيكا، وحبه بهارات كمان من البابريكا، وحبه بهارات مشكلين عشان ادي نفس عالي، وعلى ما اعتقد كده لطيف جدا. طيب هجيب عليها كمان سنه زيت عشان ما تتزقش مني في الشوايه او في الطاسه. انا بس مش عايز استخدم دي عشان دي زفره بس بطرح الفراخ كده اهو، ماشي. وكمان هروح عامل ايه بقى؟ جايب حاجه للتقليب سريعه كده اهو، اقلب بس تشكيله البهارات الحلوه دي. بص منظرها عامل ازاي مع سنه زيت بسيطه اهو، وفص ثوم، وتمام التمام. اجي عندي اروح جايب كل الحاجات دي كلها، الفراخ اللي قطعتها شرايح دي، وراح منزلهم عندي هنا متقلبين. دول بتوع الصينيه؟ اه بتوع الصينيه. يعني هتعمل صينيه الفراخ بفراخ بالمنظر ده؟ هقول لك تعالى بس نشوف الموضوع. الموضوع ان احنا عملنا كده، ونيجي عندنا على طاسه او شوايه نعمل كده. بسم الله اهو، اقل من 3 دقايق وهرفع الفراخ دي وهقفل كل حاجتي، وهنا احط الحله بتاعت اللبن اللي هبدا هعمل فيها خلطه البشاميل دلوقتي، والامور ان شاء الله هتبقى زي الفل بمنتهى البساطه. ريحه الفراخ حلوه قوي، يعني برضو فص الثوم مع البابريكا مع سنه الزيت عاملين نفس كويس مع الفراخ. حابين نضيف مثلا حبه زعتر ناشفين، ماشي، جنزبيل مطحون برضو، ماشي، ثوم باودر وبصل باودر مش هيقول لي لا، يعني كل ده كله دلع هيديكي نفس كويس. ميه بصل بس ده المعتاد، فعايز اغير برضو. نفس البوله دي هجيب عندي صدرين الفراخ دول بتوع السلطه اللي هحطهم في الاخر بس كاملين، واعمل كده بالمره اهو في نفس البوله، ولكن ممكن اضيف عليهم كمان عشان اميز بس الامور. وبالاعشاب، ايه الاعشاب اللي عندك؟ والله عندي حبه اعشاب زي الروزماري او اكليل الجبل او الزعتر، وراح فرمهم كده على سن السكينه اهو كده اهو، شوف هيحولوا لي الامور لحته تانية خالص، وهو ده المطلوب. مع ازود سنه ملح كمان وسنه بهار من اللي عندي، وراح مقلبهم مع بعض، دول هيبقوا مشويين. شوف ده للسلطه، مش هزود اكتر من كده عليهم حاجه خالص، هم مش محتاجين مني اي شيء. واحطهم عندي على الشوايه هنا كده اهو، تمام. اشيل بقى كل الزفاره والحركات دي كلها، وتعالوا بقى نقفل اللي على الشوايه عشان نقفل اللي باقي. افندم حالا 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 انا جاي. ادي الرز شغال زي ما حضراتكم شايفين معانا يا استاذ على هادي اهو، شايف الكلام؟ اتفضل المصري يا باشا، اتفضل يا فندم، اتفضل اهو. والفراخ عندي واخده غالبا الوقت اللي انا عايزه، 2:30 احنا داخلين بقى لنا تلت ساعه مثلا، سايبينها على النار على ما اعتقد الامور لطيفه، تمام. اغطي على الرز، ابص بصه على اخبار الفراخ ايه، شايفين المنظر عامل ازاي اهو؟ شوف خدت جزء كبير جدا من التسويه، وهو ده المطلوب. بص هعرف منين ان خدت جزء؟ بص من العظم ده، شايف العظم اهو اهو ده، تمام. ريحه القرفه عامله شغل عالي، منظر المرقه انا استخدمها مرقه على فكره، ما يعيبهاش اي شيء، يكني سرقت فرخه يعني. لو عايز المرقه دي مش هرميها، انا زي الفل وتم التمام. طيب تعالى بس نشوف ايه الموضوع التقليب. انا اسف معلش، اسراء هانم، يا اسراء. طب اسفين جدا يا اسراء والله اللي انا اخرت على حضرتك، معلش. الفراخ دي بص منظرها عامل ازاي، خلصت اه خلصت خلاص بقى، دي هتخش في صينيه، هتخش في صينيه دلوقتي هتشوف اهو. والفراخ المشويه الثانيه سايبها عندي بتاعت السلطه، ادي الفراخ عندي خلصانه، هشيلها دلوقتي خلاص كده من على النار، ماشي. وعلى فكره هتمشي فراخ مشويه النهارده لو انا عايز اكلها كده عادي جدا مع رز متبهر زي الفل بالخلطه والطريقه الجديده دي، بسيطه يعني. طيب حله فاضيه، لتر لبن او 4 كوبايات شاي من بتوعنا لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا بننزل بالراحه واحده واحده كده اهو، شوف ولا يهزك، الله بسم الله. اهم حاجه بس اول دخله دي بقى عشان بس حاجات ما تقعش كلها بره وتبوظ، تمام. ها
هنسيب اللبن ده يدفى شوية، وبعد كده هنبدأ نقفل عليه بالخلطة أو الخلطة البشاميل اللي معانا الجاهزة، ونقفل على طول الصوص البشاميل ده. ومقاديري كلها جاهزة أفندم. حاضر يا فندم، أوامر لحظة من الزمن. نرفع الفراخ بس الأول حالا. إسراء هاني، صباح الورد. صباح النور. يا أهلا بيك يا إسراء، إزيك؟ الحمد لله كويس. أخبارك يا هاني، كله بخير؟ الحمد لله كويس. أمرك أمر يا فندم. عايزة طريقة عمل الكريب ده. الكريب، حاضر يا فندم، أوامر. حاجة تانية؟ لا شكرا لحضرتك. أوامرك، حاضر يا فندم. هقول لك على طريقة الكريب الحلو والحادي. ماشي الكلام، بشكرك. هنزل عندي بالخضار ياخد نفس الشواية، نفس الريحة اللي كنت شغال بيها مع حضراتكم دلوقتي، واروح عامل ايه بقى معاه كمان؟ مديله شوف تقليبه حلوه كده بسنه زيت على الشوايه، وكمان معاها بخيتين فلفل على ملح. اتبل شويه الخضار بدل ما اشوحهم على طاسه او اسيبهم ني في ني، لا ده انا بنجز دلوقتي بالشكل ده اهو. تقليبتين مع الفراخ، كل ده كله يخلص معايا. وادي الفراخ عندي جاهزه، هرجع تاني اقلب الخضار اهو. بقى خضار مشوي مع فراخ مشويه هيخش دلوقتي صينيه او بايركس، وهنا الفراخ دي زي ما اتفقنا بتاعت الايه؟ السلطه. طيب هرفع الفراخ حالا، هطلعك فاصل وربنا هطلعك فاصل. عايز حاجه تاني؟ قول لي، قول لي عايز ايه تاني؟ احلف بايه تاني؟ النبي التسويق اللي انا عملتها، ولكن ما سيبهاش تاخد وقت كتير. بسم الله اهو، وانزل عندي كده على طول بالفراخ بالتالي. بص المنظر اهو، ده تشك من السخن للسائع، هيحافظ لي على تسويه الفراخ اللي انا سويتها دلوقتي قدام حضراتكم، مش هيبقى في تسويه ثانيه خلاص عملت صدمه. مع كمان هتبردها بسرعه، تلجايه كده زي ما حضراتكم شايفين، بقت جاهزه عندي للاباراي. الاباراي اللي هو عباره عن ايه؟ زي ما اتفقنا اللي عملناه باللبن الرايب. نطلع كمان بالمره الفراخ دي بالمره، عفوا الخضار ده على الفراخ كده اهو، عشان نقفل الصينيه دي بالمره دلوقتي، ولا ايه رايكم يا شباب؟ اللي انتوا عايزينه. اديني كمان 5 دقايق بالكتير. لا عندكم حق. طيب هطلع فاصل عشان انا انتوا خايفين على صحتي وخايفين. ماشي حاضر، هعتبرها كده. ماشي طيب حاضر حاضر، والله انا عارف انتوا عايزين نريح سنة عشان مش عارف ايه. حاضر طب هطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله نرجع ونواصل. اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا قبل الفاصل شغالين في طبقين، واسسنا يعني اهم حاجه فيهم، وهي الاولى ان احنا عملنا الفراخ اللي هنبقى عاملينها النهارده بحضراتكم، فراخ مقرمشه زي ما بتطلب مننا دايما. وبص منظر المرقه حتى اللي باقيه من التلج ومن الفراخ عامله ازاي. صدقوني يا جماعه المهنه دي تعتمد على اللي واقف بيعمل اي حاجه في المطبخ. لو طبق فول وعملتيه او عملته بطريقه بسيطه وسهله ونظيفه، انسى خلاص العنوان، يعني الجواب بيبان من عنوانه زي ما بيقولوا. يعني الحاجه عملتيها وانت بتعمليها كده شميتي ريحه حلوه، شفتي مرقه نظيفه، شفتي الحاجه شكلها حلو، انسي بقى تسمعي او تفكر انك تاخد راي حد في الاكل ايه. خلاص احنا عملنا اللي علينا، وعملنا اكلنا نظيف، وعملنا اكلنا ببساطه وسهل، والامور زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه الواحد بس ما بقاش بيقول كلام وما يتعملش قدامك. يعني ايه المقصود من ان انا بفتح في القصه دي؟ اني لو غسلت الفراخ كويس، ولو خليت المرقه بتغلي كويس، ولو حطيت الخضار كويس، اكيد هيطلع الفراخ احسن من كده 100 مره. ده اللي انا عايز اقوله في اي حاجه في الدنيا كلها. البشاميل خلص، بص المنظر اهو اهو. هرفع البشاميل من على النار، وتعالى نقفل بقى حاجتنا اول باول. هخش دلوقتي هقفل صينيه البطاطس اللي كنت عاملها بالفراخ زي ما قلت لحضراتكم. الفراخ عندي تحت الخضار، ما تفكروش الفراخ في الفرن ولا حاجه. اما الفراخ اللي في الفرن هي الفراخ المشويه بتاعه السلطه، سبتها تكمل تسويتها الصراحه في الفرن. تعالوا اوريك، تعالوا ما تتكسفوش، تعالوا اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. عينيا يا سلام، انت تطلبه وانا انفذ اهو. اهي دي الفراخ اهي، اقلبها الناحيه الثانيه، ابص عليها، سايبها تتشوي بريحه الاعشاب، فص الثوم بالتتبيله اللي باقيه لو انتوا فاكرين بتاعه الفراخ اللي اتشوحت. اجيب عندي بايركس شفاف لطيف
والبشاميل زي ما حضراتكم شايفين خلصان. ارفع المضرب واخد حبه كده من الحله على طول. بسم الله، ده البشاميل الخلطه اللي احنا عملناها مع حضراتكم. بص عامل ازاي، شوف اهو. تمام، الخضار والبطاطس، البطاطس ممكن اعملها حبه كده في الارض اهو، بطاطس عاديه اقطعها شرايح بالشكل ده كده اهو، واجيب عندي الخضار بالفراخ اهم مع بعض. يلا مش هقعد اتعبكم، ادي الفراخ مع الخضار اهو. بس وطي السبيكر بس بتاع الكاميرا اتنين ممكن. ايوه سامعني يا ابراهيم؟ تمام. واجيب عندي على الوش حبه البطاطس الحلوين دول لسه. كده اهو. عشان انا سامعك من عنده. خايف تكون بتخرج عليا انا ان انا عايز اعمله. خلاص كده يا سيدي اهو تمام التمام. اجيب عندي بقيه البشاميل على الوش. شوف. اهو. باجي هنا عندي حبه دول شايفهم؟ حبه صغيرين بس انا عايز اقفل ده. اروح جايب عليهم ايه بقى؟ حبه كريمه لباني. شوف الدلع. ازود حاجتي من دلوقتي، ادي حبه كريمه لباني، واروح عامل البايركس اللطيف ده خلاص خلصان اهو. اجيب عندي حبه جبنه، واروح جايب الجبنه اللطيفه دي وفارمها كده كده اهو، ومنزلهم هنا اهو كده اهو، واروح مديهم تقليبه ثانيه سريعه كده اهو. وراح ايه مقفل مقفل اللي على الوش بالجبنه الباقيه اهو. شايف المنظر؟ واسويهم في الاخر مش مشكله اهو. سكليبر اهو، وافضي بقيه اللي في الحله، ولا البشاميل اللي لزق ولا كتير ولا قليل، معقول حلو. وبظهر السكليبر راح مساوي كده حبه البشاميل على وش البطاطس والخضار والفراخ المشوية اهو. ماشي